هذه المشاهد ليست في كولومبيا أو المكسيك أو الدول التي تنتشر بها عصابات الجريمة، بل إنها في دولة عربية وتحديداً الجزائر. في حي سيدي سالم بولاية عنابة شمال شرق الجزائر، استعرضت هذه العصابة قوتها أمام مقر الأمن بعد لجوء زوجة زعيم العصابة للشرطة على أثر تعرضها للاحتجاز والتهديد بالقتل. الشرطة ألقت القبض على المتهم وأودعته الحجز، وبعد ساعة فقط كان مقر الأمن بسيدي سالم مسرحا لهجوم منظم لأشخاص مسلحين ومدعمين بالكلاب. هذا المشهد دفع الدولة للقضاء على هذه العصابة فورا، وما هي إلا أيام حتى أعلنت الشرطة القبض على 60 شخصا بحوزتهم ترسانة ضخمة من الأسلحة، وصدرت أحكام فورية بحقهم تصل إلى 20 سنة سجن. ولا زالت السلطات تلاحق 22 آخرين هاربين صدرت كذلك بحقهم أحكام غيابية.